with you. هذه هي مدربتي، هي اللي بتسوي لي المساج. خلصت من المساج تقريبا، هني غرف، هي غرف حق المساج. وبس الحين نروح البيتش. قالت لي اليوم ابيش تريحين، لان هي راح تتم معاي طول هذه الفتره اللي انا موجوده هني فيها بالفندق. فقعدت تدرس جسمي، فتقول لي ابيش الحين اليوم تريحين، يعني ما تسوين ولا شيء رياضه وتعبين الجسم لين عقب، اللي هو حتى باكر قالت لي ابيش تريحين. بس راح نريح اليومين على كلامها. بس وايد فنانة، وايد يعني ما شاء الله عليها، أي شيء تقوله صح.